تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية، صوت القاهرة في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد، الرئيس السيسي في أمريكا. الرئيس السيسي نشاط متميز ومستمر، وعلى مدار الساعة قابل رؤساء تشيلي، بلغاريا، كوريا الجنوبية، قبرص، ويفترض أنه هيزور قبرص قريب. قابل رئيس وزراء بريطانيا، بكرة هيقابل الرئيس الأمريكي، أو بعد بكرة من الخميس الرئيس الأمريكي. ألقى كلمة مصر والعالم العربي النهاردة في قمة المناخ. بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة هيزور القاهرة قريبا. إنما أفضل شيء في زيارة بان كي مون المتوقعة مش إنه جاي زي ما كانت أشتون زمان بتجيلنا، جايين قبل كده يتكلموا أنتوا بتعملوا إيه وهتعملوا إيه، لا محدش بيسألنا خلاص. بان كي مون جاي علشان إعمار غزة، كده القاهرة بترجع عاصمة قائدة، كده اللي بيجوا يزورونا على أرضيتنا وعلى جدول أعمالنا، مش على أرضيتهم ولا جدول أعمالهم. فبان كي مون اللي قبل كده كان بيبعت مساعديه يفتشوا علينا ويتكلموا هتعملوا إيه، لا جاي دلوقتي يتكلم في القضية الفلسطينية وإعادة إعمار غزة، خطوات كبرى قطعتها الدبلوماسية المصرية إلى الأمام.